سعادة ما تنوصف. كان هليلة العيد البارحة والحمد لله عيدنا اليوم. إن شاء الله سنة خير علينا وعلى عيالنا وعلى الكادر إن شاء الله. احنا وايد متحمسين برجوع الطالبات للمدرسة كأول يوم دراسي بعد انقطاع سنتين من الدراسة، والطالبات كما تشوفونهم انهم مستانسين. يعني اقول ان شاء الله سنة خير ان شاء الله على الجميع ان شاء الله، ان شاء الله والتوفيق للجميع ان شاء الله. واضح ما شاء الله عليهم حماس الطلبة، يعني خصوصا من عقب جائحة كورونا، يعني تعليم عن بعد، يعني وكان التعليم عن بعد الاطفال يعني ما شافوا المدرسة سنة، يعني صراحة ان شاء الله بداية خير يا رب. أنا عندي بنتي صف ثالث، أول مرة تدخل المدرسة وصف أول. لله الحمد إن ابتدى العام الدراسي بشكل طبيعي مثل الأعوام السابقة اللي كانت قبل الجائحة، ومثل ما تلاحظون إن الطلبة اليوم داوموا بكل حماس وطاقة إيجابية. طبعاً المدرسة الحمد لله والإدارة كلها ما بتأثرش الحمد لله، منظمين وكله تمام يعني الحمد لله. قاعد نحس إن الأمور رجعت كنا قبل سنتين. وأحس من ناحية التنظيم الحمد لله كل شيء تمام، كل شيء منظم ومرتب، وأشوف إن الطلاب مستعدين وحدهم متحمسين. والله حاب إنهم يقرون ويمشون على المدارس وكويسين، يعني ما تتصورين يعني شلون مستانسين متحمسين عدل، يعني شوفي هاي التوزيعات كلها من عندهم وأغراضهم بارزة وكتبهم كل شيء أمور الحمد لله. والله الحمد لله يعني كن حيل مستانسين وفرحانين، وعشان الأطفال يعني يتعلمون. الطلبة وايد مستانسين، كانوا جايين الساعة 6 الصبح، فنسأل أولياء الأمور ليش جايبينهم من وقت، قالوا طلبة وايد متحمسين يبون يجون يشوفون صفوفهم.